محمد، برحب بحضرتك، اتفضل يا فندم. يا مرحبا، السلام عليكم، كيف حالك استاذ عصام؟ يا مرحبا فندم. تمام، اتفضل يا استاذ محمد. الله يحفظك يا اخي، عندي سؤال بس مهم، الله يجزاك الخير. سامعني؟ سامعين حضرتك، اتفضل. السؤال يا فندم للشيخ عصام، انا دلوقتي يا شيخ عصام لي اخ مثلا اتخطب في مصر. لما اتخطب رحنا عملنا بلاغ في الشرطه، والشرطه قالت طب خلاص ما يعدي 24 ساعه تعالوا كلمونا، فقلنا لهم خلاص اوكي. طيب. بعد 24 ساعه رحنا لهم مره ثانيه قالوا لنا طيب في حد كلمكم؟ قلنا لهم في حد كلمنا، فاعطيناهم رقم التليفون بتاع الشخص دوت. وبعد كده اتواصل معانا امين شرطه وقال لنا طب خلاص لو هم عايزين فديه ادوهم فديه. الله، الشرطه اللي بتقول الكلام ده، فقلنا لهم خلاص ماشي هنتصرف يعني. المهم توصلنا مع واحد صديق لاخويا، فقال خلاص احنا ممكن نجيب ناس واحنا عرفنا مكان اخوك فين بالظبط وهنقدر نطلع عليهم ونحرر اخوك منهم وانا ندفع فلوس، وطالما الشرطه ايه مكبره دماغها يعني. ايوه. فدلوقتي احنا هنروح ننفذ العمليه دي، هيحصل في ضرب نار وقتل مننا وقتل منهم، احنا موقفنا الشرعي ايه؟ مع ان انا عارف ان اخويا اتخطب والشرطه مش عايزه تعمل حاجه، فانا عرفت مكانه واخد ناس ونروح نحرره. دلوقتي موقفي انا الشرعي ايه؟ طيب خليك معايا ثانيه واحده بس كده يا استاذ محمد، انت محتاج تعرف اي معلومه ثانيه من الاستاذ محمد؟ طيب بشكرك يا استاذ محمد، وكده السؤال وصل وهنجيبك عليه ان شاء الله حالا باذن الله. هو دلوقتي اخوه اتخطف وفي الاخر الشرطه قالت لهم استنوا 24 ساعه، بعد 24 ساعه راحوا حد كلمكم؟ قالوا لهم حد كلمنا، في الاخر هم عرفوا مكان اخوه فين، وبيقول هو دلوقتي هيتصرف بقى تصرف ايه؟ اللي هو واحد بيدور على اخوه، فياخد ناس ويروح يجيبوه من عند الناس اللي هم خاطفينه، وفي الاخر بيقول لك ممكن يتم اطلاق نار وتبادل اطلاق نار. عايز اعرف موقفه الشرعي ايه قبل ما يعمل القصه دي. لا، موقفه الشرعي اذا يعني عجز تماما القانون عن الاتيان بحقه وسلطات الدوله حتى الموجوده، فخلاص اصبح في حل من ذلك انه ياخذ يعني يفعل ما يشاء للاتيان واستنقاذ اخيه من يد هؤلاء المجرمين. طيب في حاله بقى لو تم تبادل اطلاق نار وقتل اي احد منهم فهو شهيد، ومن قتل من المجرمين فهو يعني باغي، باغى على الناس.